تملؤها الفرح والسرور. يتجدد لقاؤنا معكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في برنامج أهل المدينة، فأهلا ومرحبا بكم، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة مواهب طلابية رهينة الأنشطة المدرسية، بيت العود العدني محاولة لتخليد الفن وتجديد الموروث، طالب يذهب إلى مدرسته بسيارة من صنع يديه. مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي حدثت خلال الأسبوع في عدن نعرضها لكم في هذه الفقرة. في إطار فعاليات يوم اليتيم العربي أقيم في العاصمة المؤقتة عدن رحلة ترفيهية لأبناء حرب ميليشيا الإنقلابيين. الفعالية الترفيهية استهدفت أكثر من 1000 يتيم من أبناء الشهداء وذويهم من جميع مديريات المحافظة، وفيها تم تكريم 14 يتيما من المتفوقين دراسيا، والهدف منها كما يقول القائمون عليها التذكير بالدور الكبير الذي قدمه الشهداء في تحرير مدينة عدن، وإيصال رسالة الامتنان لهؤلاء الأيتام، تذكير الناس بعظيم صنع آبائهم. أقيمت في العاصمة المؤقتة عدن ورشة تعريفية حول تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 بشأن المرأة والأمن والسلام. الورشة ناقشت على مدى 4 أيام القرارات الخاصة بالمرأة ودورها في الأمن والسلام وإشراكها بالنوع الاجتماعي. وفي جامعة عدن تتواصل فعاليات الأسبوع الإعلامي العلمي الأول لقسم الصحافة والإعلام في كلية الآداب. الفعاليات تضمنت فقرات فنية وشعرية وفنون شعبية بهدف إبراز المواهب الإبداعية للطلاب. الأنشطة المدرسية لها أهميتها في الاستفادة من قدرات الشباب والدفع بعجلة التنمية والأمان إلى الأمام. الأنشطة المدرسية ووضعها في عدن قضيتنا لهذه الحلقة. أنشطة لا صفية غير منتظمة تتفاوت من مدرسة إلى أخرى في العاصمة المؤقتة عدن بهدف الارتقاء بالمستوى التعليمي وإبراز الإبداعات والمواهب الطلابية في المجالات العلمية المختلفة. طالب يكون في الحصة الدراسية مضغوط بشكل كبير جدا، يحتاج لترويح للنفس ويفرغ طاقاته في الأنشطة والحصة البدنية والمسبح والرياضة والأنشطة بشكل عام. فعلنا الجدول المدرسي، عملنا حصة للأنشطة أو حصة التربية البدنية، وفي طريق إلى تطوير هذه الحصة مع حصة لمادة الحاسوب أو الكمبيوتر. هذه برضو من التوجهات التي يعملها مكتب التربية لتوسعة رقعة الأنشطة اللاصفية. تتنافس ثانويات عدن في إقامة الأنشطة اللاصفية التي من خلالها يظهر الطلاب مهاراتهم ويجسدون إبداعاتهم على شكل مجسمات ومشغولات يدوية ومعارض رسوم وتجارب علمية ولوحات فنية استعراضية للموروث الشعبي. أحب أتعلم الصوف، أتعلمت المطاط، فعلت أساور، فعلت أشياء. رغم التميز النوعي في كافة الأعمال المقدمة، إلا أن النشاط المدرسي يظل مغيباً طيلة العام الدراسي، بل تكاد أقسام الأنشطة في كثير من المدارس تكون غير مفعلة إن لم تكن غير موجودة، نظراً لشحة الإمكانات وانعدام الدعم كما يقول القائمون عليها. الموازنة طبعاً مش موجودة، في معانا في عندنا نقص في أحياناً تكون في نقص في الوسائل، في نقص في هذا. تستوي عندنا هنا طول العام الدراسي أنشطة؟ بس يعني مش واصل بالعام الدراسي، يعني مرة مرتين ثلاث مرات. تشكل الأنشطة المدرسية ركيزة مفصلية في تنمية قدرات ومهارات الطلاب، وتعد عاملا مساعدا في صقل المواهب واستغلال الطاقات، لا تقل أهمية عن التعليم ذاته، وبدونها يظل تعليما قاصرا تهدر معه الكثير من الطاقات، وربما تكون سببا في انحراف السلوك. الأستاذ خالد هيثم مدير إدارة الأنشطة المدرسية في العاصمة المؤقتة عدن بمكتب التربية، أهلا ومرحبا بك معنا في هذا اللقاء. بداية أستاذ، لو تقيمون لنا عمل الأنشطة المدرسية في هذا العام الذي نحن فيه، عام 2017، وأهميتها كذلك بالنسبة للتعليم وبالنسبة للتربية والتعليم في عدن.
بداية بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بقناة بلقيس لتلمس أوضاع إدارة الأنشطة المدرسية في محافظة عدن. بفضل الله سبحانه وتعالى استطعنا في إدارة الأنشطة خلال هذا العام 2016-2017 أن نحقق نقول جزء من عناصر معادلة كنا نطمح فيها لنلامس إبداعات طلابنا وطالباتنا في مدارس المحافظة. مسار الأنشطة على مدار العام الذي نحن الآن نقترب من انتهائه، كنا فيه قادرين على وضع بصمة من خلال نقل سعينا إلى إحداثها في إدارة الأنشطة لكسر ما خلفته لنا الحرب وما قبل الحرب من أمور كثيرة تمثلت في جوانب الإهمال، وأقولها بفم الملان هو الإهمال المنهج لعدن ذات الريادة في مجالات الإبداع الطلابي والتي عرفت بها على مر السنوات الماضية. اليوم أستاذ، ما مدى التنسيق بينكم وبين مختلف مكاتب المديريات، مديريات التربية، بالنسبة لكي تتقدموا قدما في موضوع الأنشطة المدرسية؟ عمل إدارة الأنشطة المدرسية هو ارتكازه الأساسي والتقريبا على المديريات، لأن المديريات هي صلب الأنشطة. فنحن أيضا حاولنا أيضا أن نردم مسارات العلاقة ما بيننا وبين إدارات المديريات وأقسام الأنشطة في المديريات حتى نكون في خط توافقي يلبي الحاجة ويلبي يعني إحداث قوة نستطيع من خلالها كسر قيد الظرف الصعب الذي يرافق الأنشطة المدرسية بشكل عام في عدن. نعم، ما هي المشكلات والمعوقات التي تعترضكم للخروج بمكتب أو إدارة الأنشطة المدرسية بأفضل حلة وأفضل وضع ممكن؟ والله تقريبا نحن نعاني كل المعوقات. إذا تحدثنا عن المعوقات نتحدث عن يعني وعي تلاشى في أهمية الأنشطة المدرسية عند كثير من أطراف ذات علاقة بالعملية التعليمية والتربوية. نتحدث عن يعني جوانب أصبحت وكأنها يعني ترسخت عند البعض بأن الأنشطة المدرسية لا قيمة لها، وهو المسار الأسوأ بالنسبة لنا الذي أصبحنا نعاني منه في التعاطي والتعامل مع كثير من الأطراف التي لا تهتم بهذا الجانب. الأنشطة المدرسية لا تستطيع أن تنهض أو أن تحقق طفرة أو أن تواكب مجالات الإبداع الطلابي ما لم تكن هناك كل الأطراف على إدراك ووعي بأن هناك قيمة لها لا يختلف عن قيمة ما يتلقاها الطالب في الحصة الدراسية. نعم. فقالوا يعني زمان أنه العقل السليم في الجسم السليم. صحيح. فنحن نعاني ظرف خانق، ظرف يتمثل في غياب الدعم، لا نقول الكثير لكن الدعم القليل مما نحتاجه حتى نسير. يعني مواردكم شحيحة جدا وميزانيتكم شحيحة أيضا. طبعا في هذا السنة نحن حظينا بدعم يعني محدود من قبل وزارة الشباب والرياضة، واحنا نقدم الشكر طبعا للاستاذ نايف البكري وزير الشباب والرياضه الذي تفاعل معنا ويعني قدم لنا دعم يختص بدوري كره القدم. لكن الدعم هو شحيح، نحن نعتمد على موارد اقل من القليل يعتمد عليها مكتب التربيه والتعليم، يقدم لنا يعني امور لا تلبي الحاجه ولا يمكن ان تكون قيمه نشاط، لكن لان احنا حريصين على النجاح ولان احنا ايضا حريصين على بلوره عمل متجدد في مجالات الإبداع الطلابي بكافة اتجاهاته، حرصنا أن نتعامل بما وفر لنا، وبفضل الله سبحانه وتعالى استطعنا أن نحقق شيء لعدن باسمها وقيمتها وريادتها في هذا المجال. ذكرتم أستاذ بأن الكثير من الجهات ذات العلاقة بما يختص بالأنشطة المدرسية ليس لها الوعي بأهمية الأنشطة المدرسية، ما هو دوركم أنتم في إعادة الوعي بأهمية النشاط المدرسي؟ طبعا اختي العزيزه انتم تدركون انه نكون صريحين انه ما تعرضت له عدن في سنوات ماضيه وخصوصا في الجوانب التي تميزت به للاسف يعني رمى في سله المهملات واريد له ان ينتهي، وبالتالي العوده الى العهد السابق لن يكون سهل، وليس ان احنا وحدنا نستطيع ان نغير الفكر والثقافه التي ترسخت عند البعض بقيمه الانشطه المدرسيه. تقصد بالعهد السابق العوده الى ما قبل 20 او 30 نعم سنه؟ نعم نعم اكيد لا شك في هذا، نحن نتحدث بصراحه على العوده الى ما قبل العام 90 عندما كانت عدن تزهو بالنشاط الابداعي قبل ان تتحدث عن التعليم لانها مجال وخصب كان لجوانب الابداع. نحن لوحدنا لا نستطيع، المسؤوليه مسؤوليه مجتمع تجاه هذا المجال الذي يختص بشريحة هي نواة المستقبل اللي هما طلابنا. فالأمر نحن نرميه على قيادة سلطة المحافظة، على قيادة وزارة الشباب والرياضة، وأيضا قيادة وزارة التربية والتعليم التي هي الآن موجودة في عدن بحكم أنه عدن هي العاصمة المؤقتة،
هناك دور يجب أن لا يغفل ويجب أن ننظر عليه بعين يعني حريصة على مجال هو صلب العملية التعليمية والتربوية، ويهتم بطلابنا وطالباتنا في مجال تمنحهم القدرة على أن يكونوا عنصر يعني يخدم مجتمعه في قادم المواعيد. نعم أستاذ، لو نتحدث قليلا عن أهمية الأنشطة المدرسية بالنسبة للمدرسة وللطلاب وكذلك بالنسبة للمجتمع بشكل عام. طبعا أنت تعرفي أن النشاط الرياضي هو صقل المواهب، وكثير من الناس اليوم نحن عندما يعني الطالب لا يمكن أن يكون رسام في بعد سنوات ما لم تصقل موهبة. أيضا لاعب كرة القدم لا يمكن يمر إلى النادي ما لم تعطى له فرصة في المدرسة ليفرق طاقة إيجابية يمتلكها في المجال الذي يحبه. وبالتالي من هنا تكون أهمية النشاط الرياضي أو عفوا النشاط الطلابي الإبداعي، لأنه مجال وخطوات أولى لبناء القادة وبناء الأطباء وبناء كل من يعول عليهم ليكونوا في خدمة مجتمعاتهم في قادم السنوات بإذن الله تعالى. نعم أستاذ خالد، ما هي مساعيكم المتمثلة في إدارة الأنشطة المدرسية في مكتب التربية لتطوير الأنشطة المدرسية في الظروف المتواجدة عندنا؟ نحن لدينا أحلام، لدينا طموحات، ولدينا تطلعات تلتزم بأهمية النشاط. فأقسامنا المتعددة في إدارة الأنشطة يعني تحتاج إلى أن يكون الجميع عونا لها حتى تذهب إلى المديريات وتقدم أنشطتها، أكان المركزية أو اللامركزية التي ترافق بعض المناسبات التي يمر بها الوطن. أنا أقول أنه عدن التي هي حاضنة الإبداع وستظل وستبقى هي حاضنة الإبداع مهما يعني مورس ضدها ومهما تآمروا عليها. عدن اليوم بحاجة إلى أن يكون لها شأن يعني يعيد خطوات البناء وخطوات الردم لكثير من المعوقات التي وضعت في طريقها. عدن هي 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 مسار الإبداع الأول في كل عموم الوطن. فنتمنى أنه أمنياتنا لا تبقى يعني محصورة في هذا المكتب الذي تواجدون فيه اليوم، وأن ننتقل إلى مسار آخر، تكون القيادات في محافظة عدن، في وزارة الشباب، في وزارة التربية والتعليم، وحتى في مكتبنا بممثل الأستاذ محمد الرغيب الذي نقدم له الشكر والتقدير لجهوده الطيب معنا، لنبحث عن سبل جديدة، نبحث عن شركات، نبحث عن رؤوس أموال وطنية لديها القدرة، وأيضا أنا متأكد أنه لديها الرغبة أن تكون شريكة متى ما استطعنا أن نصل لها في إطار مبرمج وإطار منهج يحفظ المال ويذهب إلى مسار الأنشطة دون أي اتجاه آخر. نعم، ما هي الحلول المقترحة والتي تقترحونها أستاذ خالد للعودة بالأنشطة المدرسية إلى ما كانت عليه؟ أنا بكون صريح، نحن قبل الحلول هذه نحتاج إلى عقول، نحتاج إلى تصحيح فكر كثير من الناس المرتبطة بعمل الأنشطة. نحن لا نقول أنه هناك يعني من لا يفهم، لكن نقول هناك من لا يقدر أهمية هذه الأنشطة. فنحن نتمنى أن تتجاوب معنا العقول أيضاً والأفكار الموجودة في المديريات، التي أيضاً أنا هنا من خلال إدارة الأنشطة أقدم لها الشكر لجهودها معنا في الفترة الماضية. نريد أن نبدأ من الصف وأن ننتقل إلى ساحة المدرسة ثم إلى إدارة المديرية في التربية والتعليم، لنصل إلى مكتب التربية والتعليم بحلقة أو حلقات مترابطة تلبي أول شيء الفهم لقيمة الأنشطة، ومن ثم نبحث عن سبل، وهي تتلخص بشكل عام في توفير الدعم الكافي والشافي لننتقل بالأنشطة إلى الوضع الذي نريده نحن ونرافق طلابنا في المدارس. أستاذ، حاليا ما هي الأنشطة المتواجدة في المدارس، الأنشطة المدرسية، وما هي الأنشطة التي توقفت؟ طبعا شوفي، نحن حتى لا يكون هناك في خلط بين الموضوع، هناك نشاط يختص بالمديريات، هذا النشاط هو مرتبط بالخطة العامة التي نحن ننزلها بداية كل عام، والتي نضع فيها أولويات بحيث أنه جميع الأقسام المتواجدة عندنا زي ما حدث ذلك من سابق اللي هي الرياضي والثقافي والبيئي إلى آخره، يتم تفعيلها على مستوى المديرية قبل أن تنتقل إلى نشاط مركزي على مستوى محافظة عدن. فالمديريات تتجاوب، ولكن ما نعاني نحن في إدارة الأنشطة على مستوى المحافظة أيضا تعانيه المديريات، خصوصا فيما يتعلق في الجانب المالي. فنحن نتمنى أنه الأموال المخصصة للأنشطة في المديريات تذهب في مجال الأنشطة حتى تستطيع هذه المديريات أن تحقق. هناك بعض يعني معظم المديريات، بل حتى لا أغني على أحد، كل المديريات تتعاون في تنفيذ الأنشطة في المجالات المحددة سلفا اللي هي طبعا أقسامنا المختصة. ليس هناك نشاط لا يقام، معظم الأنشطة تقام،
على مستوى المديريه في الظرف المحدود اكان في احنا في على مستوى المدير المحافظه هذا العام انجزنا ما يعني مناشط مركزيه من ضمنها المنهجيه للتعليم الثانوي البيئي للرسم البيئي الاغنيه الوطنيه دوري كره قدم وطائره وسله للفتيات والاولاد فالامر مبشر لكن احنا لا نريد ان نتوقف. ما هي الأنشطة التي هي متوقفة وتأملون بإعادة تفعيلها؟ حقيقة هذا العام الأنشطة التي لم نقومها هم ثلاثة أنشطة يختص بالمسرح وبالمرشدات وبالكشافة لكن لدينا أمل أن الفترة المتبقية من العام الدراسي أنجز أنا كخالد هيثم فيها أقل شيء نشاط الكشافة لأنه هذا الجانب مهم ومغيب أصبح نشاط الكشافة يرتبط بالمناسبات يأتوا بالطلاب كي يستعرضوا بالأعلام نحن نريد نغرس هدف في الكشافة نريد أن نوصل له أنه دوره مهم كطالب كشفي يستطيع أن يقدم خدمة لمجتمعه في السنوات القادمة. نعم، هل قمتم أستاذ خالد بعمل نزول ميداني إلى الصفوف في مختلف المدارس مختلف مدارس المديريات لتستشعروا مثلا الطلاب مدى استعدادهم للقيام بالأنشطة المدرسية؟ شوفي أنا كأقول لك صريح العبارة أنه إدارة الأنشطة في هذا العام حققت طفرة يشهد لها الجميع حاولنا أن ننزل إلى أبعد المديريات ما فيها مديرية البريقات واجدنا فيها في بعض الأنشطة وهذا شكل جديد لإدارة الأنشطة لم يكن موجود في السابق طبعا وجودنا في الحصة الدراسية ليس من صلاحياتنا نحن نشاط لا صفي نحن تواجدنا في الفعاليات وكنا شركاء للطالب حتى في الأنشطة الخاصة بالمديريات وليست بالمديرية فنحن التمسنا وعملنا نزول وعملنا أيضا تقييم ورفعنا ورقة رسمية لقيادة المكتب بكثير من السلبيات التي التمسناها في نزولنا وجلوسنا مع 8 مديريات عبر المختصين في قسم الأنشطة والشعب المختصة أيضا في المديريات. هناك بعض المدارس ألغت حصص الأنشطة المدرسية أو الحصة التي تهتم بالنشاط بشكل عام. هل أنتم هنا في إدارة الأنشطة المدرسية في مكتب التربية عدن لديكم الحق بأن ترغموا مدارس أن تعود لرصد هذه الحصة أنها موجودة في الأسبوع؟ شوفي أنت لو تركزي على أنا ذكرت سابق أنه نحن نعاني من غياب الوعي. أو الوعي الناقص لأهمية النشاط وحصة التربية البدنية حصة التربية البدنية ليست من مسؤولية إدارة الأنشطة ولكنها مسؤولية إدارة التوجيه لكن نحن نحاول دائما عبر المختصين اللي هو قسم الأنشطة في المديرية أن نؤكد على الذهاب إلى المدارس لكن زي ما قلت لك هناك في مدراء مدارس ما زالوا مصرين على أنه الحصة أو حصة التربية البدنية ليست ذات أهمية وبالتالي حتى تهمش من الجدول ويعتمد فيها على متى ما كان في هناك حصة فاضية أو مدرس متغيب تعطى حصة البدنية على سبيل الهامش المسؤولية ليست مسؤوليتنا وهذه نقطة مهمة جدا أثرتيها نتمنى أن تصل رسالتنا لمكتب التربية هنا والأستاذ محمد الرغيبي ليعيد النظر في حصة التربية البدنية وتكون إلزامية في الجدول ليستفيد الطالب من إفراغ طاقته الإيجابية في نشاطه المحبب لديه أستاذ خالد هل يمكن مثلا فتح خطوط للدعم أو المشاركة بدعم الأنشطة المدرسية بين دولتنا ودول أخرى خارجية؟ والله هذه يعني من الأمور المهمة لو حصلت أكيد ستعمل على أحداث نقلة بالنسبة لنا وكلامك هو رسالة نحن أيضا نؤكدها للأخ وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور عبد الله الملس لفتح لنا هذا الآفاق لأنه سيكون مسار مهم سنستفيد منه نحن أكيد هناك خبرات أفضل هناك ظروف أفضل سنكون لنا نصيب فيها فنتمنى أن توصل رسالتنا للأخ دكتور عبد الله الملاس وزير التربية والتعليم أستاذ خالد هيثم رسالة أخيرة تحبون أن توجهونها من خلال هذا اللقاء رسالتي طبعا هي رسالة مجتمعية في المقام الأول لكل أطراف المجتمع في عدن وحدنا لا نستطيع أن ننجز شيء وحدنا لا نستطيع أن نقيم وحدنا لا نستطيع أن نرافق مجال إبداعي مهم عند طلابنا وطالباتنا نأمل أن يلتف الجميع حولنا نحن نقدم رسالة مجتمعية مهمة نحتاجها خصوصا في هذا التوقيت لنقي أطفالنا وأبنائنا كثير من الأفكار الهدامة التي قد تنتزعهم من مجتمعاتهم ومن أسرهم ومن مدارسهم فنأمل أن قيادة المكتب ممثلة بالأستاذ محمد الرغيبي أن تستوعب أننا نحتاج إلى الكثير وأن ما قدم لنا كان قليل لكن لأن احنا لدينا الرغبة ولدينا الجهد ولدينا الحرص على أن نكون برفق طلابنا كنا في مجال طيب مع الأنشطة الأمل والرسالة التي أوجهها للأستاذ محمد الرغيبي ولوزارة التربية والتعليم
إن لم يكن هناك قدرة على توفير الدعم للأنشطة فليبحثوا لنا عن جهات، وهي جهات كثيرة تستطيع تلبي مثل ما نسمع في كثير من الأنشطة. نعم. التي ترعى من خلال نعم كالتجار وغيرهم أيضا المهتمين، كثير من رأس المال الوطني نراه دعم في أماكن، أعتقد لن يكون هناك مانع أن نكون نحن أيضا متواجدين في هذا الدعم، خصوصا نحن لا نقدم خدمة لأنفسنا بقدر ما نقدم خدمة لعدن والمقدم. نعم، وضع البلد حرج، ويجب أن تتكاتف وتتكافل جميع الجهود. نعم نعم أختي العزيزة سارة، نحن وحدنا لن نستطيع ما لم يكون الكل حوالينا، خصوصا في توفير الدعم الذي يكون سقف يعني مريح لنا لنتحرك بجمالية الفكر الذي تحمله كل فعالية. الأستاذ خالد هيثم، مدير إدارة الأنشطة المدرسية في مكتب التربية بالعاصمة المؤقتة عدن، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. مكان استعاد فيه الفن العدني أصالته وعزفت أوتاره بأنغام جديدة، هو بيت للحن والموسيقى، إنه بيت العود العدني. إيقاع فني مبدع يدفع لمحاكاة الطبيعة المتجانسة لمدينة تشبعت بعبق فن جميل لا تغرب شمسه عن الذاكرة. أمهر العازفين على العود وأكثر الهواة لهذه الآلة إخلاصاً، جمعهم بيت العود العدني في أجواء موسيقية تصحب السامعين إلى الأربعينيات من القرن الماضي، حين كانت عدن تشكل ذروة الطرب الأصيل. يوم قرر العازفون إنشاء بيت العود العدني في 15 من ديسمبر عام 2015 ميلادية بإمكانات ذاتية محدودة، إنما أرادوا أن يحفظوا بأوتارهم عرش الفن العدني بإيقاع يواكب الحياة الحديثة المعاصرة دون أن يفقد طابعه الأصيل اللصيق بالروح والوجدان. في بيت العود العدني استعاد الفن حضوره، وعزفت الأوتار ترانيم جديدة مانحة للألحان ديمومة الخلود ومسيرة عطاء لا تعرف التوقف. العدني على عاتقه مهمة الحفاظ على إرث المدينة الرائدة وموروثها الفني الكامن، سر بقائه في أصالة المعنى وسحر الأنغام. يخلد مقطوعاته عازفون جدد استلهموا الإتقان وأبدعوا في تجديد الألحان. الفكرة لتأسيس هذا البيت لم تأتي من فراغ، بل جاءت تلبية لاحتياجات الساحة الفنية وهذه المدينة العريقة بعراق تاريخها وفنها، وجاءت لحالة عشق بين أبناء عدن ومدينتهم. جاءت الفكرة بتشكيل كيان موسيقي
يجمع الشباب الموهوبين ذوي الملكات والقدرات الفنية بآلة العود، وعدن ولادة كما هي معروفة. بعزيمة ملؤها الشغف يوثق بيت العود العدني لتاريخ الفن العريق عزفاً ولحناً ومعنى يجسد أصالته فنانون كانوا ولا يزالون خارج دائرة الاهتمام الرسمي، فصبروا ولم يفرطوا بالموروث الفني على ما في الواقع من مرارة تجاهل وقسوة إهمال. من أهم المصاعب العراقيل المقر، ونحن الآن نصور في مكتبة مصوات ونحن في حالة عدم استقرار، علينا أن نرحل من هنا لنجد مكان آخر، لأنه المكتبة هي مكتبة مصوات للأطفال. في بيت العود العدني تتصل خواطر الحنين في أعماق الذاكرة، حاملة معها عطاء رعيل فني أثرى الساحة الوطنية بلون غنائي سجل حضوره بفرادة في الوسط الشعبي، وصار يمثل بالنسبة لكثيرين الهوية والوطن. جدد بيت العود العدني ما يزيد عن 20 مقطوعة من اللون الغنائي لمدينة عدن، محافظاً في ذات الوقت على نكهته المتفردة وخصائصه الإبداعية، محاولاً إبراز التراث في قالب عصري يوافق أمزجة الأجيال المقتصرة ذائقتها الفنية على الطرب العربي. لم يكن ليغيب عن بيت العود العدني ما آلت إليه الساحة المحلية من ركود فني خلال المراحل المتأخرة التي توقف فيها الإنتاج الفني، أكان برحيل الفنانين والأدباء والملحنين من الرعيل الأول أم بانحسار العازفين واندثار المخزون التراثي الذي لم يجد طريقه إلى الأرشفة وتوثيق قيمه الجمالية. للعود سحره الأخاذ ولعدن حضور في ترانيم الأوتار، فهي التي كانت ولا زالت رافدا له بالكلمة وباللحن وهوية المغنى الجميل. بيت العود العدني يعزف بعبق لا يغيب عن ذائقة المستمع للحن الجميل، معلنا حفاظه على التراث العدني الأصيل. اتخذ العلم طريقا وعالم الابتكارات مجالا، انه الشاب المبدع سيف ذي يزن وجه المدينة لهذه الحلقة.
المعاناة تولد الإبداع والحاجة أم الاختراع، مقولة لطالما ترددت على مسامعنا كثيراً، لكنها غدت بالنسبة لكثيرين واقعاً ملموساً، كما هي بالنسبة للشاب سيف ذيزن. الفكرة موجودة من زمان، وحين توفرت لدي الإمكانيات البسيطة حاولت قدر الاستطاعة تجميع الماكينة والأجزاء البغية السيارة، وحاولت قدر المستطاع تقليل من تكلفة هذه السيارة لغلة الإمكانية لدي، وثم بدأت بعملية التلحيم والتركيب لبغية أجزاء السيارة. وواجهتني الكثير من الصعوبات في مرحلة تصنيع لهذه السيارة، ولكنني الحمد لله استطعت تجاوز هذه الصعوبات. أتمنى من كل جهة مختصة دعم وتشجيع مثل هذه المواهب. بالرغم من الأزمات المتعاقبة التي تعيشها بلادنا والوضع الاقتصادي المتردي، يبقى أمل معلق على المبدعين من أمثال الشاب سيف ذيزن الذي ركب بأقل الإمكانيات سيارة من تصميمه. الماكينة كانت ماكينة الدراجة نارية، والتواير برضو نفس الحكاية، وحاولت قدر الاستطاعة التخفيف من التكلفة باكتشاف واختراع نماذج لحركة السيارة غير بقية السيارات. فمثلا قمت بربط الجير بسياخ دراجة نارية، وبرضو السكان والكليش والبريك والليور كله كان ربط بأسياخ دراجات نارية لتخفيف التكلفة. يدرس سيف ذيزن في ثانوية الشهيد محمد سعيد جرادة في حي التواهي جنوبي العاصمة المؤقتة عدن، ويذهب يوميا إلى مدرسته بسيارته التي ابتكر لها حركة وشكلا مختلفا إلى حد ما عن السيارات المعهودة. الإمكانية كانت ذاتية من الأسرة فقط، فلم تدخل أي جهة في دعمي. أشوف الكثير من الشباب المبدعين يتعرضون للتهميش وعدم تشجيع هذه المواهب من قبل الجهات المختصة، فأتمنى من كل جهة مختصة الاهتمام ودعم مثل هذه المواهب وتنميتها من أجل هذا الوطن. قرأت قبل 10 أيام تقريبا نشرت الصحيفة عن مخترع سيف، جدا شيء يثلق الصدر، يعني حتى انه الواحد قلت لك ما يقدرش يقول هذه مجرد موهبة، هذا مخترع صغير، وخاصة في ظل الظروف اللي نعيشها في البلد، ظروف الحرب والدمار في كل اليمن. يعني نتمنى انه يعني من الجهات وزارة التربية والتعليم ممثلة بهذا اساسا، انه يرعوها مثل هذه مش المواهب، اقول اكرر المخترعين ان شاء الله. في سن مبكرة بدأ تعلق سيف بالسيارات وتصميمها الداخلي، حتى في طفولته كان يميل إلى ألعاب السيارات، وكان يبدع في تصميم سيارات كرتونية، وبفضل الدعم الأسري الذي حظي به وتشجيع الأصدقاء له تطورت قدراته وتوسعت مداركه وصولا إلى هذا النجاح. عندما جاء وقال لي أبها أبغى نخترع سيارة، طبعا أنا والأخ معين عبد الله علي أخي الله يحفظه يعني ويسعده برضو هو والده، وحاولنا كذا بإمكانياتنا الشحيحة، لأن تعرف وضع البلاد وظروف المعيشة بالوضع الحالي الإمكانيات شحيحة، حاولنا نحن نوفر له في البداية ماكينة لحام، أخذنا له ماكينة لحام، وبعدين كنا لو بنعطيه كذا مقابل إنه يدرس ويأخذ له كتب ولا شيء يروح يعني هو يأخذ القطع الناقصة مثل البيرنج مثل التواير مثل ماكينة، المهم بجهوده المهم الشخصية وبدل جهود كثيرة، وكان يظل يطالع نازل، المهم الحمد لله نحن وفرنا له المهم قدر ما نستطيع يعني بإمكانيتنا المحدودة وفرنا له ماكينة لحام. بدأت في البداية بأخذ ماكينة لحام، ثم انتقلت لأخذ الأغراض اللازمة مثل ماكينة السيارة
والتواير والحديد، ثم بدأت عملية التركيب. بمقدور سيف أن يبدع أكثر ويقدم عملاً أفضل إذا ما توفرت له البيئة الملائمة والإمكانيات اللازمة، وإذا وجد من يأخذ بيده نحو الهدف المنشود. استغرقت في صناعتها في حدود الشهرين، عندي القدرة على صناعتها في أقل من هذا الوقت، ولكن وضع البلاد والكهرباء شحة الإمكانية لم تسمح لي. عندي الاستطاعة على ابتكار أفضل من هذه بكثير إذا توفرت الإمكانية. ما يقارب الشهرين بسبب انقطاعات الكهرباء، بسبب ما في يعني شحة الإمكانيات، ولا يعني هو عنده الآن الاستطاعة، وأنا أثق يعني عنده الاستطاعة أنه يبتكر أفضل من كذا ويطور أفضل من كذا، وخلال أيام يعني محدودة. اليمن واعد بالخيرات، ثري بالمواهب والمبدعين الذين لا يحتاجون سوى مزيد من الاهتمام والرعاية الخاصة إذا ما أريد لهذا الوطن النهوض اقتصادياً وصناعياً وعلمياً. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل وإلى اللقاء.